شركه تحكم حديث عرفنا على بعض المكان بتاع منتجات الكمون. اتفضل هندسه. جميع انواع الكمون اللي تنفرز بالتمر اللي بالاطوال مثل الخضر المنزول هذا ما يمشي مع ذلك. لان انت معاك خلاص الاخلاص والسكري والعجوه حقك الكمونه اي والزيت عندهم بلا اي والزيت تم هي عندها خمسة مخارج بس تم على حسب يعني كل المخرجين ثلاثة أربعة على حسب هنا هنا هذا المخرجات مخرجين في فرق بجد بجد هنا ها فأنا عارف فرق هذا الأولى إيه هذا الأول هذا الثاني هذا الأول هذا أصغر شيء اللي هو ده أصغر شيء ممكن ينزل برضو مخلفات المخلفات تنزل هنا مخلفات مع أصغر شيء كده طبعا عليها خصم عليها خصومين عليها خصم قبل الخصم اللي هي الفرز 2 طن قبل الخصم 36 وبعد الخصم 32 و200 هذيك 34 و500 الحين 20000 الماكينه ممتازه جدا جدا لاصحاب المزارع اللي عاوزين يدربوا الكمون بتاعتها في بقى الماكينه اللي هي بعد كده بعد ما تفرز التنظيف تبدا بقى التنظيف هي التنظيف فرشه جدا جدا كم فرشه هندسه هذه مكان تنظيف التمور يشتغل على التمور الجافة جافة كامل بدون فرش بدون موية بدون إضافة أي شيء تمام فرش ناعمة جدا حتى التمر اللي عليه قشر ما تأثر تمام هذه احنا شغالين فيها في كم هذه واحد قد في كم هذه واحد قد واحد قد سبع فرش هنا سبع فرش هنا ده المنتج اهوت هذا قبل التنظيف هذا بعد التنظيف ده قبل ما تنظف وده بعد ما تنظف يعني حته التمر بعد حتى التمر لو تلاحظ عليه قشر ما ياثر معاه خالص يعني شوف هي بتدي فرق كبير جدا لو بعد ما تفرز بعد ما تفرز تبدا هنا بتديك حاجه جامده جدا جدا ودي تيشرت اللي احنا شغالين بيه ممتازه جدا هنا عامل معاك شغل كويس جدا الله يحفظك امين الله يوفقك